أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. لقاؤنا دائما بيتجدد بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا بكل تأكيد. النهاردة حلقة أكيد مميزة بتميز ضيفي اللي منورني في الاستديو. النهاردة حنتكلم عن موضوع، صراحة موضوع مش هقول بهم السيدات أو النساء فقط، بهم كل الفئات سواء كان رجال أو نساء. موضوع مسبب خوف وقلق للناس كلها، اللي هو موضوع الشعر طبعا ونص الجمال. الناس بتقول في الشعر، أنا مش عارفة الناس هتوافقني في الرأي ولا لا. فإحنا النهاردة هنتكلم ونتناقش في موضوع الشعر وإزاي نعالج إحنا الشعر الخفيف والشعر اللي هو بيتساقط. إحنا هنعرف الكلام ده أكتر مع ضيفي اللي منورني داخل الاستديو، دكتور فيليب النجار، مصفف شعر ودكتوراه مهنية في الصحة والجمال. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام. أولا حضرتك منورني في برنامج ربنا المتواضع، يخليك. متشكرك جدا على حضورك. ميرسي، ربنا يخليك، شكرا. الله يخليك يا رب. دكتور فيليب، اول حاجه احنا هندخل على طول زي ما قلت لحضرتك انه الموضوع اتفضلي. صراحه مهم جدا، وكل الناس لما قلت لهم من النهارده البرنامج هنتكلم عن تصفيف الشعر والحاجات دي، فقالوا اهم حاجه تقولي للدكتور يقول لنا خلطات او حاجات عشان نستفاد من الشعر بتاعنا. فاحنا حاضر. هنتكلم في المجال ده بصفه واسعه. تمام. كان في ناس بتسالني كتير انه يعني اول حاجه انه ايه فوائد قص الشعر. بص، قص الشعر مفيد جدا لانه علم الشعر، الشعر الخفيف والشعر اللي بيتساقط تمام مش المفروض ان انا اطوله. يعني انا شعري خفيف مش هفرح بالطول، لازم يعني زي الشجره كده تمام كل ما اخد منها اطراف بتبقى ليها شيب معين بتملى، فالشعر اللي دايما يتساقط لازم اقص منه كتير. طب الشعر بيقص فيفتح من تحت، لازم اقص اطرافه من 45 ل 60 يوم، تمام ما يعديش على الفتره دي، بحيث ان لما بسيبه بعد المده دي الشعرات بتفتح من تحت اتنين وبتنشف، يبقى اطرافها زي ابيض كده، لو بصينا فيها بعدسه هنلاقيها ابيض وبتقصف وتتقطع ايوه، فيتكش الشعر. انا الشعر بيطول من الجذور لكن بحس بس ان هو بيطولش، ما ليه؟ بيطولش. لانه بيتكش من الاطراف. ايوه، فالشعور زي كده الضعيفه طبعا احنا بننصح ان هي تكون تستمر مع كوافير متخصص فاهم، بياخد كل 45 يوم او كل شهرين اطراف الشعر عشان يملى الشعر. يعني القص يعني الهدف منه مش التطويل، الهدف منه انه الشعر يخزر ويكون صحي ولا؟ تمام. اذا كان انا شعري بيقصف بسرعه تمام يبقى محتاجش ان انا اسيبه يطول على طول، لازم كل فتره زي ما قلنا 45 يوم شهرين بالكتير اخد المتخصص ياخد لي اطراف، حتى لو بشكل قليل جدا، حتى لو نص سنتي نص مش لازم سنتي كميه مش كبيره. لازم كمية كبيرة. هو تمام في الشهر بيطول من 2 من سنتي ل 2 سنتي، احنا لو خدنا نص سنتي بس كل شهر ونص او كل شهرين مش هيطول بسرعه، بس على الاقل هتبقى شعرها سليمه تمام ما تبقاش مقصفه ومفتحه، فيكش فنحس ان انا شعري ما بيطولش. ايوه يعني ايوه تيجي عمليه تقول انا شعري ما بيطولش، مفيش شعر في الدنيا ما بيطولش، طول ما الانسان على قيد الحياه الشعر بيطول. بس مع الرعاية والاهتمام. برافو كده. انا حاسس ان شعري بيقصف بسرعه ما بيطولش، يبقى انا عندي حاجه غلط، ايوه اشوف متخصص يتابع معايا مع حمات الكريم مع السيرم الحاجات كلها اللي بتخلي الشعر ناشفه، مع قص اطراف بانتظام، هلا شعرها بعد فتره هلاقيها بتطول. ايوه، في ناس بعد كده بتستخدم يعني مكاوي سيراميك، هل ده يؤثر على الشعر ولا؟ بيأثر لو استخدمها غلط، تمام لكن في طبعا في درجات معينه. انا ما بفرحش ان شعرها تفرد معايا بسرعه وشعرها بتقعد معايا عشان طبعا واخده سخونه كتير، لكن ده بيأثر جدا على الشعر، وخصوصا الشعرايه اللي احنا قلنا عليها اللي اطرافها بتقصف بسرعه، ايوه كل ما تاخد سخونه اكتر كل ما تنشف، كل ما بتكش. اغسلها الاقي الشعرايه نشفت الشعرايه اتقطعت. تمام فاستخدام البيبليس اللي بالسيراميك او اي نوع من الانواع لازم يكون على قد متخصص، مش وخلاص. مش اي حد وخلاص. لا صعب، لان تكت الشعرايه وانا بشتغل وحس الشعرايه، يعني حضرتك غير فلانه غير علانه، كل اي عميله شخص طبعا شعره برافو كل ايوه عميله ليها درجه سخونه معينه، ايوه ما ينفعش درجه سخونه واحده تمشي على كله، شعر كثيف غير شعر وسط غير شعر خفيف غير شعر كينكي غير شعر ايوه خفيف خالص اللي ومقصف. هو المقصف خالص بالظبط، كل اللي حاجه خفيف لها درجه خالص. حراره. انا عندي في السنتر مثلا حوالي 7 8 انواع من المكاوي، تمام كل عميله لها حاجه، ما ينفعش مكوه البروتين اشتغل بقى شعر عادي، تمام ما ينفعش مكوه شعر مقصف اشتغل بقى شعر حتى تقيل شويه. البروتين يعني طبعا انواع و... كتير، ده بحر واسع. تمام فيجي حد يقول لك مثلا عايز درجة معينة من البروتين عشان تصحي. بص البروتين بالذات تمام انا هتكلم في نقطتين مهمين، اختيار النوع
والمتخصص. اختيار النوع لازم يكون حد فاهم وعارف بيشتغل بأنهي نوع. تمام. يعني في نوع اسمه هيلث فيلر، نوع ممتاز جدا ايطالي، ده بيعالج، مفيش ريحه، مفيش فورمالين، في فيتامين A وفيتامين B مثلا، تمام. يعني في نفس الوقت بفرد الشعرايه وفي نفس الوقت بعالجها. بس بيعالج. كمان تاني حاجه نقطه، ان هو المتخصص بقى. دكتور فيليب، نستأذن حضرتك نستقبل مكالمة اتفضلي. وهنواصل. اهلا اتفضلي. الو، مرحبا. الو، عندنا اتصال. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام استاذ، اتفضل. احنا المكالمة اتقطعت مع الأستاذ، ان شاء الله هترجع وتتواصل معانا للمرة التانية. نرجع نتواصل دكتور اتفضل. احنا فيليب. تمام. قلنا اختيار النوع ده مهم جدا، مش تمام. اي نوع يمشي مع اي شعر. يعني انا برضه عندي في السنتر بدأ النوع حوالي 5 أو 6 أنواع. تمام. الشعر الخفيف المقصف اللي يتعالج، غير الشعر الوسط الكيرلي، غير الشعر الافريكانو، غير الكينكي. كل تمام. حاجة من دول بيبقى ليها لون واختيار اختيار معين. مادة معينة، تمام. وده بيرجع للمتخصص. ويجيلك احيانا يجيلك زبون يعني مش عارف انه ايه النوع المفترض يستخدمه، بس حضرتك طبعا هتوجهه يعني بخبره حضرتك انك عارف انه ازاي البروتين او النوع ده هينفع مع ايه والنوع ده هينفع تمام. مع انا ايه. الاول بسأل العميله انت محتاجه ايه. يعني في شعر بيبقى كيرلي قوي، تمام محتاجه فرد 100% تمام ولا فرد وعلاج ولا علاج بس؟ يعني في ناس بتحب شعرها كيرلي زي ما هو، زي ما هو، بنعمل حاجه تطريه، بس حاجه يمكن اللي هو هيشيل. جاي عشان العلاج. ما في ناس احيانا برافو بيجوا كده. عشان، حاجه اسمها ترميم، بنغلف الشعرايه، تمام بنديها لمعه، بتبقى طريه ما تبقاش هايشه، لكن الكيرلي موجود. لكن في جميل. ناس تقول لك لا، انا بحب ارتاح، اطلع من الشاور انا شويه هوا، اطلع اروح شغلي او اقضي مشاويري، فبنعمل حاجه فيها فرد. تمام. ففي تلك الحالات لازم يكون في عامل مشترك اسمه العلاج. ما ينفعش اعمل فرد بس من غير علاج. فرد بس مع استمرار الوقت هيهلك الشعرايه، لكن العلاج مع الوقت بيطول الشعرايه ويغذي الشعرايه، لان بيغذي البروتين الشعر. بيعمل كفر على الشعرايه، بيعمل حمايه للشعرايه، تمام. بيعمل خش جوه الخراشيف، يعمل ترابط للشعرايه. ده البروتين الصح. لكن احنا اتعلمنا ان اوحش اضرار البروتين ترجع شعرها زي ما كانت، مش تقصف او او تتبهدل. ايوه زي اوحش ما هي، اضرار البروتين ايوه ان شعرها ترجع زي ما كانت، زي يعني ما فيش زي اي، العميله ما هي داخله كانها ما عملتش حاجه، تمام. يعني مش فيش يتضر. علاج. ايوه لكن لو شعرك اتضر من بروتين، تعرف ان الماده مش تمام، تمام. اعرفها على طول الماده مش مظبوطه. تاني جميل. حاجه قلنا متخصص طريقه الشغل. ما ممكن اختار ماده لكن طريقه الشغل ما تبقاش صح. ايوه. طريقه الشغل اللي لازم تكون باتقان، التوزيع، التنشيف، كبس الشعرايه بالمكوى بحراره معينه. زي لكن ما برضو حضرتك قلت لازم احنا نروح للمتخصص، يعني مش نروح لاي كوافير او صح اي بتاع كده، مكان وخلاص برافو. يعني. لازم اكون عارف ان المكان اللي داخله ده متخصص حاجه زي كده. تمام. عشان كده انا بحب ادرس الكلام ده كله. لازم اعرف الشعرايه دي عايزه انهي نوع، جميل. الشعرايه دي تاخد درجه حراره قد ايه، الشعرايه بتتكبس قد ايه، وتتغسل كل قد ايه، واديها لمجموعه العنايه اللي تشتغل عليها. طبعا يعني اكيد بالذات حضرتك في المجال ده تعبان جدا، عشان السيدات طبعا اي واحده بتجي لك والله انا تعبانه، وفعلا يعني بيجي لك فترات، حتى يعني حضرتك انتوا عارفين الكلام ده كويس، انه احيانا حتى النفسيات والاكل وحاجات كتيره بتاثر على الشعر، طبيعي. فتلقى الناس كتيره بتشتكي لك وانا مش عارفه اظبط شعري، او مش عارفه انا بعد كده عملت شهر كامل بعالج شعري ومش عارفه اعالج. ف بس اكتر حد ممكن يسعد الست في الدنيا الكوافير. دي تمام. انا عندي كاتب على الصفحه عني تاج المراه شعرها، تمام. وانا المسؤول عن هذا التاج. دي مسؤوليه كبيره مش قليله، ان تمام. اكون مهتم بتاج المراه. علاج الشعرايه وتصفيف الشعرايه مش مجرد ان العميله بتخش تعمل شعرها وتطلع، لا طبعا، مش هو ده الهدف. الهدف ان انا ازاي ابني شعرايه. ايوه. انا رساله البحث بتاعتي كان كيفيه بناء شعرايه سليمه، ازاي ابني شعرايه سليمه، ازاي اخلي الشعرايه تبقى شكلها حلو. جميل. احنا نوصل انه يعني نوصل انه يعني الهدف مش انه انا اروح عشان عندي مناسبة اعمل شعري وخلاص، انه تمام. احنا لازم يكون في علاج مستمر زيه زي اي مرض بيتعالج من البداية لغاية نهاية، متابعات مع الدكتور تمام. وجلسات على طول، صح كده صح ولا كده. ايه؟ بص، اي زرعه احنا بنهتم بيها بتطلع ورد حلو، جميل طبعا. وبتكبر وبتطول وتبقى جميله، صح كده. ايوه لكن لو اهملتها طبعا بتنشف هتموت. وتقصف ايوه وبتموت. تمام. الشعر نفس الفكره، الشعر ده نبات بيعتمد على الجسم، ده الحاجات الداخليه والخارجيه. الداخلي ده بيعتبر عن الاكل اللي احنا طبعا معظمنا طبعا تيك اواي والحاجات دي كلها، طبعا عشان عصر السرعه ايوه والشغل، ايوه ايوه فده ما بيبنيش شعرايه سليمه. فانا بعمل تحليل
واشوف ايه اللي ناقص عندي. عندي انيميا بشتغل عليها، عندي نقص كالسيوم، فيتامين، حديد، ايا كان، وبشتغل عليه. ده الداخلي. الخارجي بقى بشتغل على الشعرايه، بيكون في زيوت طبيعيه للفروه. جميل. زيوت طبيعيه للفروه. تاني حاجه بستخدم شامبو زيرو صوديوم او سلوفات فري. تمام. زيرو صوديوم او سلوفات فري، وده موجود دلوقتي في كل حته. كان الاول صعب، لكن دلوقتي موجود في كل اماكن، اماكن التجميل واماكن الكوفرات وكل حاجه، وصيدليات كمان. جميل. يبقى شامبو زيرو صوديوم. حمام كريم يكون متميز وممتاز، انا اكون عارفه او حد مجربه او الكوافير ينصحني بيه. اتفضل. هنتكلم في حمام الكريم او حمامات الزيوت اللي بتتعمل. هناخد مكالمه مع اسماء. الو، مرحبا. مرحبا. وعليكم السلام استاذه اسماء، اتفضلي. لو سمحتي بس انا عايزه اكلم الاستاذ. اتفضلي. اتفضلي. انا شعري كل شويه بيقصف وبيتساقط بطريقه فظيعه بقاله فتره. تمام. هنقول الإجابة دلوقتي. اتفضلي. عندك سؤال تاني أسماء ولا خلاص؟ مش عارفة، بس إن أنا ممكن أعمل بروتين أو كرياتين أو إيه. تمام. تمام. بشكرك جدا أستاذة أسماء على الاتصال، ودكتور فيليب هيجاوب حضرتك. شكرا جزيلا. طيب قبل ما نكمل نجاوب على السؤال برضه عشان المشاهدة تحس إنها استفادت باللقاء. تمام. بصي يا أسماء، أنت أول حاجة لازم نقص أطراف زي ما قلنا في الأول حلقة بانتظام. تمام. ما أفرحش بالطول ولا شعرها نازله مقصفه ودايبه، مش شكل يعني. أيوة. انا عندي شعر يكون قصير او وسط، بس يكون صحي، ده المهم، يكون صحي. وبعد كده لو حبيت تعملي بروتين او كرياتين لازم تختاري حاجه تكون حلوه، وعن استشاره حتى متخصص يعني. أيوة. يعمل لك حاجه علاج فقط عشان يقفل لك مسام الشعرايه المفتحه عشان ما تقصفش منك. جميل. طبعا مع استخدام ان احنا هنكمل الشامبو، قلنا الزيرو صوديوم. أيوة. وسلفات فري. حتى احنا كنا هنسال من افضل انواع الشامبوهات اللي احنا مفروض ناخدها لتحسين الشعر برضو يعني. بص، الشامبو الزيرو صوديوم او سلفات فري عامه بينشف شويه، لانه ما فيهوش املاح والحاجات دي كلها. جميل. فالناس بتقول لك لا الشامبو بينشف. يا جماعه هو بينشف لانه بيور. تمام. هينشف معاكي بس لما نحط حمام الكريم هيقبل بسرعه. ليه بينشف؟ عشان بيطلع كل الرواسب وكل الشوائب اللي في الشعرايه، فتبقى الشعرايه سليمه. أيوة. فلما بحط حمام كريم او بلسم كويس انا مجربه وعارفه، بتقبل الشعرايه حمام الكريم، فبتتغلف كويس فبتبقى طريه. تمام. ما احكمش على الشامبو غير بعد حمام الكريم. وبعد كده بحط سيرم ايا كان نوع كويس، في نوع انا بقول عليه اسمه هيلث فيلر، ده نوع جميل جدا، بيعمل كفر على الشعرايه ويعمل حمايه. حتى قبل استشوار البليس بيعمل كفر على الشعرايه، بيحميها ضد عوامل الجو والشمس. أيوة. والاتربه والاستشوار والسخونه. أيوة. والكلام ده كله جميل جدا. برضو كنا يعني كنت برضو عايز اسالك انه في ناس مثلا ما بتروحش مثلا لدكتور متخصص او حد. اسمع صاحبتي جابت نوع معين من البروتين او عملت مثلا حاجه معينه، وانا اروح وراها زي ما حضرتك قلت. تمام. انه اي نوع شعري بيختلف من الشعر الثاني، فبرضه احنا هنتكلم في الحادثة دي يعني، انه احنا المفروض ما نسمعش نروح لمتخصصين. صح. عشان المفروض يعني نوصل للنتيجة اللي بس لو جبنا 5 اخوات. تمام. اخوات وحطينا بروتين، نفس البروتين على كل واحدة منهم، غالبا ممكن يطلع على كل واحدة نتيجة غير التانية. عشان اي واحدة مختلفة من التانية، عشان الشعور مختلفة. تمام. زي ما قلنا ما ينفعش شعر ليس مقصف مع شعر كيرلي مع شعر كينكي، كله ده بيتعمل بنفس الطريقة، مش ما ينفعش. لو متخصص عمل كده يبقى مش متخصص. التخصص بيفيد في ايه؟ ان كل حاجه لها طريقه، كل حاجه لها ماده. انا بحدد يعني، انا لما عاملها بتكلم اقول لها لما اشوف الشعرايه وامسكها والمسها بايدي وامسك الشعرايه مقصفه ولا لا، بعمل نفس الحركه كده عشان اشوف الشعرايه هتحمل معايا ايه، وبحدد الماده اللي هشتغل بيها. جميل. الناس اللي شعرها بتلاقيها خفيف، ازاي نكثف شعر يعني، ازاي يكثفوا شعرهم او يعملوا ايه؟ الشعر اللي هو بيكون خفيف، مش هنقول المجعد، لا الخفيف اللي. تمام. هو طويل بس تلاقيه من قدام خفيف. اول حاجه ما انصحش بعمل بروتين للشعر الخفيف. تمام. هو علاج بس بيهبط الشعرايه شويه فيبان اخف. فعالج الاول بعمل حمام زيوت في الفروه كل 3 ايام. تمام. تركيب زيوت حلوه معروفه تكون من عند متخصص برضو او من عند دكتور او من عند عطار حد مجربها، او تكون، لان الزيوت تنفع ما تضرش. في زيوت معينه ولا؟ بص، في انا بعمل خلطه عامه، توم وجرجير ونخاع وخس وسمسم وجدايل ومنك ولوز وكافور وريحان، وبحط بعض الاعشاب اسمها كثيره، وبحط معاها حلوه مطحونه، وفي حاجات تانية بتتحط طبعا.
ده كل ده بيتحط دكتور وبيتخمر. دكتور فيليب بيقول الكلام ده بالراحه عشان اكيد في اصل هي نسب، مش وخلاص الحاجات دي نسب برضو، مش في هينفع مشاهدين اكيد عايزين يسمعوك، حتى لو القطو يعني احنا عارفين انه نقول الجرجير والثوم ثوم والحاجات دي. وجرجير ونخاع وخس وسمسم تمام، وجدايل ومنك ولوز وريحان ونعناع. تمام. بس الريحان والنعناع بيتحط كميه قليله جدا عشان ده ممكن يحرق الفروه، ده بنحطه عشان يفتح المسام ويغير تمام. الريحه، مع عشب اسمه كثيره مع حلبه مطحونه، وبيتحط ده ويتقلب ويتساب حوالي 14 يوم في الشمس او في تمام. بلكونه في ضوء، واجي بنشتغل منه على الفروه كل 3 ايام كل للشعر 3 ايام الضعيف، للشعر الضعيف على الفروه بحسب. فقط. تمام. وارجع اغسل بالشامبو سلفات فري وزيرو صوديوم، تمام. واحط حمام كريم واحط السيرم على الاطراف عشان ما ينشفش. تمام. يعني الوصفه ممكن اي حد يستخدمه عادي؟ بص سهله، لان الزيوت ايوه مهما عملناها بتنفع، ما تضرش خالص، بس في الفروه فقط مش على الشعر، على الشعر هتنشف، على الشعر هتنشف على الفروه فقط لا غير. الفروه قبل الغسيل تحط ساعه، مش هسيبها اليوم كله ابقى انا انام بيها والكلام ده كله، ساعه واحده قبل الغسيل. حضرتك برضو يعني كان صاحبتي بتسالني، انه تسال دكتور فيليب، انه في ناس بتبقى عندها قشره في الشعر، فهو سبب من نقص من حاجه فيتامين معينه عندها ايه؟ قشره في الشعر. قشره ده بيعود ممكن يكون نقص في الفيتامين في الجسم، تمام، او استخدام شامبو مش كويس، او مثلا بيكون الفروه دهنيه زياده، تتغسل كل 3 ايام. ده مهم جدا ان انا اخلي بالي، لو انا عندي او موسميه، يعني في حاجه موسميه بتيجي على في بين الصيف وبين الشتاء، تمام، ده موسمي ده معروف، لكن لو في نقص فيتامين معين او كالسيوم او حاجات كلها بيعمل برضو قشره، تمام، او استخدام شامبو او كريم، بسيب كريم في الفروه يعمل لي برضو قشره، يعني لازم احنا نستخدم الكريم ونغسله على طول اشطفه يعني، كويس. مش ولو نسيبه. هسيب اسيب في الاطراف مش في الجذور، تمام. لو هسيب اسيب في الاطراف مش في الجذور. والسيرم برضو ما احطش واحطه على الجذور، لا بحطه على الاطراف الاول، والباقي في ايدي بحطه على الجذور، لان الاطراف هي اللي بتنشف وهي اللي بتقصف الاطراف. عندنا حضرتك ممكن ناخد برضو نصايح يعني لعلاج الشعر، تمام، في نصايح هنقدمه للمشاهد وكده عشان الكنترول بيشاور لي، يعني احنا قدامنا لسه كمان دقيقتين فناخد نصايح ولسه احنا متواصلين. تمام. تمام. احنا زي ما قلنا حمام الزيت قبل الغسيل بساعه، حمام تمام. كريم يكون متجرب كويس او المتخصص يقول عليه بحط ربع ساعه بعد الغسيل، تمام، بحط زي ما قلت السيرم في الاطراف جميل. اولا ثم الجذور، وانا بسلج بمشط عريض من تحت لفوق تحت لفوق، وبتابع قص زي ما قلنا كل 45 او كل 60 يوم، تمام، بحاول اتابع القص عشان شعري ما يهلكش، وابتدي بقى العمايل الشعر يكون متخصص وفاهم طبيعه شعري عشان ما يهلكش الشعرايه، الاقي بعد شهر او اتنين الاقي شعرايه بتقصف بسرعه جدا. أيوة. مع اني بعمله، مع اني بهتم بيه، طب ايه السبب؟ لازم ادور على السبب، ممكن المكوه سخنه، الصفار سخن، لازم ابقى فاهم ممكن. وعارف أيوة. الكوافير بيشتغل ازاي. برضو الناس اللي بتستخدم الصبغات، فهل تمام. الصبغات دي تؤثر على الشعر ولا؟ بس في الصبغات بالذات لو انا بعمل روتس بس الجذور كل شهر بثبت نوع معين ما بيأذيش الشعر، جميل. لكن لو بفتح طبعا اللي هو الماده اللي بتشيل اللون البودر ده بيأذي جدا، تمام. ده لازم اشتغل مع ماده بتحط عليه بتعيد ترابط الشعرايه اسمها اولابليكس، تمام، واحطها على البودر، ده بيقلل شويه من حديه البودر على الشعر. حضرتك تنصح المده المفروض يستخدموا فيه الصبغه من يعني مده معينه، ولا عشان في ناس بيحبوا يكون شعرهم ملون على طول، فانا مش عارفه يعني تلاقيه بعد اسبوع راح تاني جاي عامل الصبغه، فده يؤثر ولا عادي جدا؟ بس موضوع الاسبوع ده بيكون اتعمل لون ومش طالع مظبوط، فبضطر اظبط اللون. تمام. هو اللون بيتبهت من كتره الغسيل ولا من كتره الغسيل؟ بس هو اللون مظبوط ما يبهتش. تمام. هقول لك ليه، لان انا عندي في السنتر بشتغل مثلا الصبغه بميزان، تمام، لو جرام معين صبغه، جرام معين اكسجين، وقته معين، فبيطلع الصبغه مظبوطه، لونها ثابت، مظبوط لونها ثابت، وفي نفس الوقت ما بيبهتش اللون. جميل جدا. تمام. الوقت اللي تراوح من شهر لثلاث شهور، لو انا عندي ابيض حسب درجه الشيب بشتغل كل شهر على الجذور. جميل. احنا دكتور فيليب بصراحة احنا وصلنا الى ختام مشارف الحلقة، والكنترول عمال يشاور لي وانا جاي على نفسي انفط اصلا، بس فيش طبعا طريقة عشان في حلقات تاني قدامنا او بعدينا. انا صراحة مبسوطة جدا بحضورك وسعدت جدا بلقاء حضرتك معايا، اتمنى انه حيكون يعني لينا لقاءات اكتر واكتر. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، لغاية هنا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، استنونا الاسبوع اللي جاي حلقة جديدة وضيف جديد. إلى اللقاء.